أحسن الله إليكم. معنا اتصال من بريدة، الأخ أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بخير يا شيخ. حياك الله. الشيخ أسأل عن حكم سورة قراءة سورة الملك كل ليلة يعني. أول شيء في ارتداد. نعم، سؤاله الأول عن حكم سورة قراءة سورة الملك في كل ليلة. أقول فيه ارتداد في الصوت. سم الآن إن شاء الله يعالجون الخطأ هذا. ما ورد أنها تقرأ في كل ليلة، ورد أنها يعني تنجي من عذاب القبر، تسمى بالمنجية، فيقرأها في بعض المرات ولا يلتزم كل ليلة، إنما يقرأها بعض المرات ومتى ما تيسر له ذلك. نعم.